الدولة فإنهم وفرت لهم تسهيلات حتى يستمروا في أداء مهامهم كعضو أو أعضاء فعالين في المجتمع. القضاء كما يمتلك هذه الطبيعة التي تمكن المتقاضين بذوي الاحتياجات الخاصة من طباعة أي وثيقة لدى العدالة من بين القرارات أي وثيقة كانت تمكنهم من قراءة هذه الوثائق بدون أي مساعدة من شخص آخر.